سي سعيد، شكرا على الاستضافه، وكنرحب بكم، كنرحب بالمسيح عندكم، وكنشكرك على انك بعدك من بين القنوات اللي كتبعنا وكتبع كاع الاخبار الثقافيه والاجتماعيه، والمهم كاع الاخبار اللي كتعلق بالجاليه، وكنشكرك جزيل الشكر على هذا الاهتمام. بالنسبه لهذا الحفل ان شاء الله اللي غادي نستضيفوا فيه فنان من العيار الثقيل، وهو السي سعيد النصري اللي غادي يدير واحد نوفو والمان شو ديالو اللي سميتو ديد يو سبيك انجليش. غادي يكون لاول مره في بلجيكا وبروكسل بالضبط في قاعه سان ميشيل في 21 ابريل الشهر المقبل، يعني شهر ابريل على الساعه 8 ان شاء الله. هذه الجوله غادي تضمن اولا فرنسا، دبي، هولندا وبلجيكا، وحنا كان لي الشرف انها صوفيا ايفنت اللي كيطرسها عبد الربيه الضعيف اللي غتنظم هذا الحفل الكبير ان شاء الله. هو نقولوا الصراحه يعني من بعد النجاح ديال فيستيفال دو غيغ اللي وقع انا في بروكسل في لو 4 مارس، اتصلوا بي بعض الاخوان واقترحوا علينا، قال لك واش تنظموا، وانا بعدك في هذه المسائل راه الاشاره للجميع اللي بغى ينظم شي حاجه يتو تبارك الله مرحبا به، وقبلت يعني كان شرف ليا انه سعيد ناصري اختاروني من باش نكون انا هو المنظم ديالهم هنا في بروكسل. لا هو صراحه انا في هذا الميدان تاع التنظيم هي من سنوات عديده، بصح ما كنتش في التنظيم الكبير ديال الحفل، نقول صراحه هذه غير واحد يعني واحد سنوات قليله الاخيره اللي بديت، والحمد لله لقيت فيها راحتي. نقول صراحه واخا هو ميدان اللي متعب مليء بالصعوبات، راه ماشي سهل، ماشي بالكم غير الضحك ويبالكم ممثلين وجبالكم الجمهور، راه فيها خدمه ديال شهور وشهور وساعات وساعات بلا نعاس، والحمد لله دابا نقول صراحه غادي مع بعض الاخوان غادي نتخصص في هاد جايين حفلات كبار ان شاء الله اللي كنديروا مع بعض الاخوان والاخوات ومع بعض الجمعيات ومن بعد هذاك الناس اللي مختصين في هاد الدومين، باسكو خصنا نتحدوا بوحدي ما غادي نقدر ندير والو بوحدي، ولا بلا جمهور ما غادي نقدر ندير حتى شي حاجه. انا على ما نظن وكنأكد بهذا المنبر بلي انه خصنا تعاوننا، ما يمكنش نرضوا الجميع، اي فنان نجيبو غادي اللي ما يعجبوش شي واحد يضرب معنا غير بسكوت ويشجعنا، واش غادي نقول لك هذا هو الحقيقه. ايوا هي هذا مشكل كبير نقول صراحه، باسكو الناس كتنوي بلي انه في هذه الحفلات كنربحوا، يا ودي راه كما كنقولوا مرات كنلعبوا غير التعادل، يعني غير ندخلوا غير في المصاريف ديالنا راه الحمد لله، باسكو انا الهاجس ديالي الاول وهذا ربي شهد على هذا الشيء، باسكو كل واحد كيفاش كيدافع على بلاده، كاين اللي سياسيين كاين اللي رياضيين، انا ثقافيا واجتماعيا كنبغي نبين بلادي، فخور بالمغربيه ديالي وباغي نبين بلادي بالفنانه ديالها، باسكو علاش الجاليه في حاجه، الجاليه في حاجه خصها التواصل، خصها الضحك، خصها تضرب، خصها مي خص هذاك الشيء يكون واحد. الا حكرت السي سعيد انا لا في الاختيار تاع القاعات ولا في الاختيار تاع الفنانه كيكون واحد النوع ديال يعني تميز، وخصني هذاك الشيء كنعطي القيمه للجمهور، كنعطي القيمه للفنان، وكنعطي القيمه للعمل ديالنا. قبل السي سعيد اسمح لي ما جاوبتش على السبونسور، عندنا صعوبات، باسكو عندنا صعوبات بزاف نقول صراحه، الابناك ولات ماشي با واش هذه سي لا كريز اللي كديرها، مي دو بلوز اون بلوز ما بقيناش نلقاو الناس ولات تخاف ولا كذا، حنا من غير السبونسور كاين غير الجمهور يتفاعل معنا ونكونوا مزيانين، الجمهور اللي جا خلص هذاك الثمن اللي حنا كنديروه كنحاولوا يكون ما امكن فرحان الاشاره ديال الجميع. هو بالنسبه لسعيد الناصري 25 اورو بالنسبه لسعيد الناصري، وفي الافتتاحيه ديالو غادي يكون النجم الكبير ديالنا عصام حجي والسي مصطفى حجوي من فرنسا، يعني 25 اورو ثمن رمزي غير باش نجيبوا الجمهور. الله يحسن العون كاع، باسكو نهضروا صراحه حتى هاد سبونسور سواء الابناك ولا الخواص اللي عندهم شركات تبارك الله وصلوا عيقوا عليهم، يعني كل واحد بغى شي حاجه كيمشي عندهم، على ما اظن حتى هما يديروا يعرفوا مع من يتعاونوا، يعرفوا يتعاونوا مع العمل الفني اللي ماشي غادي كل واحد، باسكو كنسمعوا بزاف وبالنسبه وماشي مرات كنسمعوا انه داروا شي احتفالات باش يجمعوا شي فلوس، هذوك الفلوس يمشوا الله اعلم، ما كنظلم حتى واحد ما كنتهم حتى واحد، مي كنقول لا لي سبونسور كسوا الابناك ولا الخواص شوفوا العمل، شوفوا شكون اللي جاي، من يجي واحد من الطراز الرفيع ديال سي النصيري خص كلشي نتعاونوا، كلشي نتعاونوا، باسكو راه تكلفات كبار كسوا الطائره كسوا الاقامه كسوا لاسال كسوا يعني بزاف ديال المسائل، وهذيك 25 راه بحر تكفي واحد النقطه في واحد البحر ديال المصاريف. بصح راه عندي واحد الجوله ان شاء الله في المغرب لو مود ماي ولا ان شاء الله، انا واحد الاخ ديالي اونفيرس باش نوجدوا العام الجاي، وغادي نتصلوا بكل واحد كسوا وزاره الثقافه وزاره الجاليه، باسكو علاش هذا حقنا، حنا ما كنطلبوش، ما كنمشيش نسعاو، كنمشي نسعى على واحد الحق ديال الجاليه ديالنا اللي باش ما نديروش جيبي ولا نديرو، راه كلشي باين باش نديرو به عمل متميز، باسكو عندنا افكار، عندنا افكار كبار وعندنا افكار ديال الناس اللي غيروا على بلادهم وبغينا نديرو هادشي.
الجمهور كنقول لكم مرحبا بكم، حنا ما نسوا حتى شي حاجه اي حفل باسكو راه الصعوبات ديالو داك التخوف وداك لو ستريس انكرويف، بصح مين كان في الاخير نشوف هذاك الجمهور وهذيك الحفاوه ديالو وهذاك الاستقبال ديالو وهذاك الجمهور مين كيجيب هذيك الغفيره كيشجعنا باش باسكو كنقول لك كل مره كنقول هذه اخر مره، بصح مين كنشوف هذاك الضحكه ونشوف الابتسامه تاع الناس كنقول الحمد لله المره الجايه غادي نديروا ما احسن. الجمهور مرحبا بكم وبلا بكم راه حنا والو والو والو. الوغ لو هو المنشور ديال السي سعد النصيري بالافتتاحيه ديالو الفنان عصام حجي وسي مصطفى الحجي من فرنسا، غادي يكون ان شاء الله 21 افريل 2017 على الساعه 8 مساء كيبدا العرض، 8 غادي يبدا العرض يعني الابواب غتفتح مع 7 ان شاء الله، غادي يكون في تيار سان ميشيل، هو من بين القاعات ديال بلجيكا اللي كيتوجد اون فاس السفاره ديال المغرب. مرحبا بالجميع، والتذاكر غادي تكون كسوا هنا في بانوراما، غادي تكون في سرايدي، غادي تكون في لا لا فلاك نو، غادي تكون في سان ميشيل بوان بي، غادي تكون عنده عذر به الضعيف. مرحبا مرحبا مرحبا.